رح نروح لأول فقراتنا الصباحية لليوم، ورح نروح نحكي عن موضوع أكيد بهم الشباب والصبايا وكل حدا قطع فيه يعني بمرحلة عمرية ما. تماما يا رشا، من أكثر المشكلات اللي بيعاني منها الشباب والصبايا صحيح. اليوم مشكلة حب الشباب والحبوب الدهنية اللي بتظهر بالوجه وأيضا الجسم، كتير بتسبب آثار نفسية اليوم للشباب والصبايا. في منهم بفترة معينة بيصيروا انطوائيين، بيخجلوا يطلعوا أو يواجهوا أي حدا لأنه هنن هاي المشكلة بوجههم، حدا يسألهم شو هذا اللي بوجهك أو شو هذا اللي بوجهك. أكيد ليلى، وأهم شيء اليوم نحن ما فينا يعني قولي بهذا العمر نحن بنعرف بالمراهقة أكثر شيء بيطلع هذا الحب عند الشباب والصبايا، ولكن اليوم أكيد في أكيد عوامل نفسية، عوامل مرضية، نوع البشرة والضغوط النفسية. دائما بتحسي أنه أي شيء ممكن أي مشكلة تصير معك بتطلع بوجهك فورا، يعني على بتعرف أنه أنت عم تمرق بشيء من الشحوب البرجك من الحب الموجود بالوجه. اليوم اكيد ما بننسى اكيد دور الهرمونات بالجسم وهي الخربطه. رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا لليوم وهي الدكتوره غدير حوشان، اخصائيه بالامراض التجميليه والجلديه. سعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الجمال فيكم. اليوم اكيد صباح الجمال دائما معكم من شاشتكم الكريمه. يسعد صباحك وهلا وسهلا فيكي. صباح كل مين عم يتابعنا. أهلا وسهلا. يعني بداية هاي المشكلة خصوصا حب الشباب يعني كتير بتسبب، هي مثل ما كنا عم نحكي أنه الحبوب هي بتكون من الآثار النفسية من المشكلات النفسية اللي جواتنا، لكن اليوم أي شاب أو صبية بيطلع بوجههم حب الشباب بيسبب لهم كتير آثار طبعا. نفسية أكثر يعني صحيح. خلينا بداية نعرف شو هو مصطلح حب الشباب. تمام، مصطلح حب الشباب مثل ما بتذكروه انتم بالعاميه نحن طبيا بنسميه العد الشائع. طبعا التسميه لها اهميه، رح نحكي ليش كثير مهم نقول عنه العد الشائع اكثر من حب الشباب. طبعا لنحكي اول شيء عنه، هو حدثيه التهابيه مزمنه بتصيب الوحده الشعريه الزهميه بالبشره. شو معنات هذا الكلام لنفهم اكثر عن الاليه اللي بتصير؟ نحن في مستقبلات بجريب الشعره، هذا الجريب يتحسس اكثر لنشاط الاندروجينات اللي هي بتصير او بتزداد بفترات معينه عمريه خلينا نقول، فبصير عندنا افراز غير طبيعي من ماده الزهم او الماده الدهنيه، تراكمها ضمن جريب الشعره مع بالاضافه للخلايا الكيراتينيه اللي هي لازم تكون بتجدد دائم، بتبطل تطرح عن طريق سطح الجريب اللي بنسميه المسام بنشوفه على سطح بشرتنا. هالتراكم هذا بسبب عنا مشكلة بالدرجة الأولى، بتتظاهر عن انغلاق جريب الشعرة فمنشوفه بالشي اللي نحن بنسميه بعادة الزؤان أو الزيوان، رؤوس البيضة رؤوس السوداء. هاي التراكمات اللي بتصير ضمن الجريب بتخليه يتوسع، هذا التوسع بيأثر حتى على الجراثيم بتكون متعايشة على سطح الجلد أو ضمن جريب الشعرة، وأهمها البروبيونية العدية، فبصير عنا حدثية التهابية ضمن الجريب، بيصير عندنا احمرار، تورم، ألم، بينبثق أو يتمزق هالجراب، بيصير بيظهر عندنا اندفاعات التهابية أكثر بنسميها نحن أنتم بتقولوا بالعامية أو نحن المرضى دائما بيقولوا حبوب ناعمة دكتورة طلع لي شيء فيه قيح. هاي الأمور كلياتها بتصير تظهر عندنا مع الزمن. طبعا دائما تظاهرات حب الشباب تظهر بمناطق أو العد الشائع مثل ما حكينا، بتظهر بمناطق فيها زيادة إفراز دهني للسبب اللي ذكرناه مثل الوجه، أعلى الجزع، أعلى الصدر، أعلى الظهر، أعلى الكتفين، أحيانا كثير حتى بنشوفه بمنطقة الفروة. ومثل ما ذكرتوا طبعا هو بسبب مشكلات كثير كبيرة للمريض. دائما بيجينا المريض دكتورة أنه أنا حاسس حالي إلا ثقة بالنفس، فعلا هذا الشيء كثير أكيد رح نضوي عليه بشكل أكبر صحيح. مع حضرتك، ولكن خلينا هيك دائما بيقولوا فترة المراهقة مرتبطة بظهور حب الشباب على البشرة. اليوم عم نحكي اليوم عن خربطة هرمون، زيادة هرمون، يعني قصة إلى علاقة بالهرمون طبعاً. طبعاً أكيد طبعاً، مثل ما ذكرنا الأندروجينات هي الهرمونات الذكرية، نحن كلياتنا مشان أكد على هي القصة هي الهرمونات الذكرية مو بس متواجدة عند الذكور، لا نحن موجودة عند الأنثى وموجودة عند الذكر صحيح. بنسب متفاوتة طبعاً. سؤالك أنه هل هو مرتبط بفترة المراهقة؟ للأمانة هو دائماً أكبر مرحلة أو أكثر فترة بتأثر فيها المريض بحب الشباب هي فترة المراهقة للأسباب اللي ذكرناها، زيادة إفراز الأندروجينات بفترة المراهقة وظهور الصفات الثانوية بالجسم، ولكن أكيد ما أنا بس واقفة عند هاي المرحلة، في كتير عنا مرضى وهذا الشيء مصادفه من عيادة بنقول له عندك تشخيصك عد شائع أو حب شباب، لهيك أنا قلت كتير مهمة التسمية العد الشائع، بنقول له للمريض عندك حب شباب عمره 30 سنة بيتفاجأ
كيف دكتورة ما أنا قطعت فترة الشباب أنا ما عاد عندي حب شباب. ختير تماما. لا نحن حب الشباب بنشوفه بمراحل عمرية متفاوتة، ممكن نشوفه عند الرضيع حتى أول فترة من عمر الرضيع والطفل من بين يعني من الأسابيع الأولى للولادة وحتى عمر السنة بيكون في ارتفاع بإفراز الأندروجينات، هذا الشيء بيظهر بطريقة عد الرضيع، اندفاعات عدية حتى عند الأطفال. ومثل ما ذكرتي بالمرحلة اللي بتصير بمرحلة البلوغ من الثلاثينات وفوق هي مرحلة تأثر عند كتير وخاصة عند النساء بالتغيرات الهرمونية اللي أهمها بنشوفها أحيانا بفترات الحمل، أحيانا بفترات ما قبل الطمث، وأحيانا كمان بنشوفها بفترات بأمراض مثل المبيض متعدد الكيسات بتكون هي أهم المشاكل بتخلينا نشوف الاندفاعات العدية بفترات ما بعد البلوغ. تمام دكتورة، ذكرت كثير من الأسباب، لكن اليوم شو السبب اللي بيخلي أشخاص وأشخاص يظهر عندهم حب الشباب أو أعمار متفاوتة؟ هل الوراثة اليوم إلى عامل بظهور حب الشباب؟ طبعاً هلأ الوراثة إلى دور كتير كبير. ليش؟ إذا بدنا نحكي هذا الموضوع طبعاً هي تتفاوت النسب بين 50 إلى 90%. شو السبب؟ عدد وحجم ونشاط الغدد الدهنية اللي حكينا هي أساس الحب الشباب، هو موروث يعني ينتقل بالوراثة. نحن وقت نشوف بيجينا حدا مريض بيجي بقلنا الوالدة تبعه والله أنا كان يطلع لي حب شباب بصغري، هذا دليل أو بيأكد أنه نحن في عنا شيء متوارث. في بنشوف أحيانا عائلات كاملة عندها مشكلة فعلا بالحب الشباب، تلاقي أنه نحن عالجنا أول شيء مثلا شاب عمره 12 سنة 13 سنة أو أكبر، بعد فترة منعالج أخته من نفس العائلة. فهذا الشيء أكيد، وحتى وجود الوراثة عم تخلينا نشوف اندفاعات أشد يعني بعمر أبكر، واللي عندهم أهل عندهم حتى حالات ما بعد البلوغ كمان عم نشوفها عند أطفالهم أو أولادهم بهذا العمر بنفس الوقت. فهذا دليل أنه في عنا عامل وراثي قوي لظهور العد. طيب طالما ذكرتي العلاج والوراثة، اليوم في أنواع لحب الشباب وكل نوع هو بحاجة لخطة علاجية لكريمات يعني خطة دوائية بيكون مشرف عليها طبيا، نحكي هيك عن أساليب العلاج حسب الأنواع. تمام. هلأ نحن ذكرتي شغلة كثير مهمة وقت قلتي الأنواع، نحن قبل ما نعالج بدنا نعرف شو السبب، ليش طلع حب الشباب؟ نحن قلنا شو هي الآلية المرضية إجمالاً لكل أنواع حب الشباب أو العد الشائع، ولكن نحن عنا اندفاعات بتظهر نتيجة التغيرات الهرمونية اللي حكينا فيها، عندنا حتى اندفاعات عدية بتظهر نتيجة أدوية بياخذها المريض مثل الليثيوم، مثل أحيانا الأدوية الاستيرويدات البانية خاصة اللي بيحبوا كمال الأجسام يلعبوا كمال أجسام بيعملوا هاي الأمور بياخذوا شغلات تبني لهم عضلاتهم. تمام. أحيانا صراحة كتير بنصادف، أنا بحب نوه لهي القصة، بنصادف مرضى كتير بيجوا لعنا على عيادة بيكونوا بياخذوا استيرويد أو كورتيزون هني ما بيعرفوا من باب إنه هني عم يسمنوا حالهم، ففعلا بصيروا بيشكوا فجأة دكتورة ليك شو طلع لي بوجهي، ما بيعرفوا أبدا إنه هن اللي عم ياخذوه للتسمين هو كورتيزون، وهون المشكلة يعني هذا بيزيد الطين بلة مثل ما منقول. بالإضافة في عنا أسباب تانية كمان كنا هلا عم نحكي منها وقت إنه من قص الغرة وهي الأمور. الأسباب الاحتكاكية أو الميكانيكية اللي منسميها، يعني مثلا حدا طول ما هو قاعد عم يلعب بوشه، حدا بيلبس مثلا ألبسة مثل دايما طوائي، دايما بحط على كتافه حقائب أو أحزمة، هي كلها نتيجة بتسبب انغلاق لجريب الشعرة فبتعملنا هي الأمور أو بتزيد لنا المشكلة بهذا الموضوع. في عنا أسباب تانية كتير مهمة، حتى المتممات الغذائية إلى دور بهذا الموضوع، يعني فيتامين بي 12 خاصة عم يزيد لنا موضوع إفراز الزهم وعم يأثر حتى على طبيعة عمل الجراثيم اللي بتكون هي من فلورا الجلد. في امور مختلفه، في عنا مرضى صراحه عندهم اضطرابات نفسيه، فمثلا بيطلع لهم حبوب هون المشكله الثانيه بصيروا يسحجوا فيها بصيروا يفركوها يحاولوا يشيلون، فبتترك ندبات وبتترك اثار كثير بتكون فيها مشكله كثير كبيره. فنحن دائما وقتنا نحكي باسلوب العلاج بدنا نعرف شو السبب. وقت انا بيكون عندي سبب دوائي لازم اقطعه، قد ما اخذت علاجات ما بستفيد اذا عندي سبب دوائي. عندي سبب هرموني لازم عالجه، عندي أمور تانية مثلا أنا عندي طبعا وحسب مظهر الإصابة أو الآفة. وقت أنا بيكون عندي اندفاعات زؤانية فأنا في عندي كريمات بسيطة من صنف الريتينويدات هي كافية لحتى أنا تعالج دي مشكلتي. تمام. في عنا مرضى مثلا أحيانا بيستخدموا صوابين كتير بيغسلوا على الرايحة الجاي هن بيغسلوا نشف البشرة يمكن. تمام. مو بس عم تنشف، هي عم تخرش البشرة، هي عم تأذي جراب، عم تغلق جراب الشعري بدون ما نشعر. في عنا تأكيدا لهذا الكلام في عنا ناس ما بتخلي ولا كريم إلا ما بتحطه على وجهها،
هذا الشيء كمان عم يعمل لي اغلاق لجريب الشعرة وعم يرجع يعمل لي مشكله تفاقم حب الشباب. فنحن دائما نقول للمريض بالشغلات بالاوقات اللطيفه نحن في عندنا علاج وفي عندنا جرعه صيانه او علاج صيانه. هذا العلاج جرعه الصيانه تعتمد على انه نحن اجمالا نستخدم صوابين تساعد على فتح جريب الشعرة وبتكون لطيفه على البشره الدهنيه، هي كثير مهمه. تمام. انا بدي انوه لشغله كمان ما ذكرناها من ناحيه النظام الغذائي. في كثير ناس بتسالني دكتوره إله دور النظام الغذائي بموضوع حب الشباب؟ هلا في دراسات كثير اكدت انه موضوع زياده الاعتماد على الغذاء اللي بيحتوي مشتقات الالبان والاجبان والحليب كان إله دور كثير كبير بزياده تراكم الزهم وزياده افرازات حب الشباب بنفس الوقت او اندفاعات حب الشباب بنفس الوقت. كمان خلينا نقول الكربوهيدرات العاليه، السكريات العاليه اللي موجوده بالوجبات السريعه، كل هذا لازم ننظم في غذائنا ليكون له دور كمان بتنظيم او بمده يعني عدم النكس للعلاج ايا يكن علاجنا. حتى في ممكن اكلات تسبب الحساسيه، بيقولوا شوكولا انه اكل او البيض صار في. هلا انا مع اكثر رغم انه هي ما في دراسات تؤكد حتى الان انه الشوكولا مظلومة الشوكولا اليوم. حضرتك ذكرتي من شوي الفيتامينات، فيتامين بي 12 كثير اشخاص بيتناولوا هاي الفيتامينات، لكن اليوم كيف الشخص بده ينتبه انه هاي الفيتامينات ما لازم ياخذها، ممكن تسبب له نوع من الحبوب كوقايه قبل ما ياخذ هاي الادويه؟ هلا نحن المشكله انه نحن بهذا الزمن عم ناخذ الفيتامينات بشكل عشوائي. تماما. يعني ما في حدا بيعمل بسبب غلاء الاسعار، ما حدا بيروح بيعمل تحليل معين ليقدر ياخذ فيتامين، فبنشوفها بشكل كرر. حدا اخذ ادويه التهاب مده طويله بيقولوا له خذ فيتامينات ترتاح، ناقصه المناعه تماما، جربت كثير يلا خذ فيتامينات. لا، هي مو هيك القصه كليا. نحن اكثر شيء بنوقف عندنا بالمشكله عند اللي بيكون عندهم مشاكل عصبيه. هدول اطباء، دائما اطبائنا زملائنا بالداخليه العصبيه بيوصفوا المتممات الغذائيه. تمام. هون بتكون المشكله الكبيره بالموضوع، لا بنقدر نوقف الدواء وبنفس الوقت المريض بيصير بيشكي لنا من حبوب، فبنسمح لهم فتره ياخذوه بعدين بنحاول انه تدلوا فيه اذا ما في ضروره له، حاولوا انه نعدل او نوقف هذا الدواء. هلا نحن اكيد رح نكفي بحديثنا، ولكن بعد شوي اكيد رح ننتقل لموجز لنفتح معك، خلينا نقول محور اخر بموضوع حب الشباب. اليوم بنشوف اطفال حتى يعني بعمر صغير جدا كمان بتلاقي عندهم حبوب حمراء، واكيد هي لها نوع اخر. كمان رح نحكي اكثر عن مظاهر دكتوره اليوم، يعني مظاهر حب الشباب بعد ما ذكرنا الانواع، المظاهر الاكثر شيوعا. تماما، مثل ما حكينا نحن دائما لنشخص حب الشباب لازم يكون عندنا موجود الاندفاع الاخف اللي هو الزيوان اللي بنسميه. تمام. فدائما هذا موضوع الزيوان هو اخف درجه من اندفاعات حب الشباب، بيجي وراها كل ما زادت الحدثيه الالتهابيه كل ما نحن طور عندنا اندفاعات اعمق بالبشره. يعني بدايته الزيوان ببلش زيوان لانه هو نتيجه انغلاق الجريب الشعري مثل ما قلنا بزياده الافراز الدهني والخلايا الكيراتينيه ببلش عندنا الزيوان. المرحلة الأشد بتصير عندنا حبوب حمراء بنسميها الحطاطات بالمصطلح العلمي أو الطبي. الأعمق بصير عقيدات واندفاعات أحيانا كيسية، بتصير اندفاعات شديدة. صراحة في عندنا أنواع من العد، أنواع بنسميه، في عندنا نوع من الأنماط بنسميه العد الخاطف، هو ظهور مفاجئ لاندفاعات عقيدية شديدة. يعني فجأة منشوف عند المريض ظهر عنده اندفاعات عقيدية كبيرة شديدة، هذا منسميه نمط من العد الخاطف. في عنا نمط أشد من كل الأنماط يلي هو منسميه العد الخبيث أو تقيح الوجه. تمام. هون بصير عنا اندفاعات عقيدية كيسية مع تقيح شديد بالوجه، وحتى ممكن نصادف أعراض جهازية مثل الحمى، التهاب مفاصل، هاي الأمور كلها ممكن نصادفها. وكل ما زادت هالامور كل ما زادت المشكله عند المريض للامانه. طيب خلينا هيك نروح للريتان، وهو من الادويه اللي كثير معروفه وتؤخذ عشوائي للاسف. يعني بتروحي على اي صيدليه وفي استجابه فورا من بعض، ما بدنا نعمم بالقصه، بيعطي الريتان بدون يعني ما نعرف شو اضراره وسلبياته وايجابياته. ايمتى نحن قادرين ناخذ الريتان؟ وهل اليوم مفروض يكون في وصفه طبيه من طبيب جلديه؟ طبعا اكيد. الايزوتريتينوئين او مثل ما ذكرتي بالاسم العامي الريتان هو دواء صراحه حاصل على الاف دي اي بعلاج المظاهر العد الشائعه الشديده المتوسطه الى الشديده احيانا، وخاصه الاندفاعات ذكرناها العقيديه والكيسيه اللي بتترك اثار بشعه على وجه المريض مثل تندبات مثل فرط تصبغ.
بتكون شكوى كثير كبيره لمريضنا. تمام. هلا والله انه انا اخذ ريتان عند اي مريض مثل ما ذكرنا، لا، احيانا بتكون مظاهر العد مظاهر لطيفه، زيوان خفيف، حبوب ناعمه، تكتفي بعلاجات بسيطه. يعني نحن بنعطي علاج من الايزوتريتيرونين او من نفس الصنف الريتينويدات، ولكن بشكل مو شو تركيزه كريم. بشكل مباشر هو فيتامين يعني. اي هو من مشتقات تركيب من مشتقات فيتامين اي يلي لها دور بتنظيم خلينا نقول التقرن بالجلد، وبنفس الوقت حتى له دور يعني بتنظيم التمايز والافراز الدهني اللي موجود. ليش دائما الريتان بيرضي مريضنا؟ لانه هو التركيبه الوحيده اللي بتنقص حجم الغده الدهنيه، فبالتالي الغده الدهنيه ما عاد فيها تفرز دهون الكبيره اللي هي له دور الاساسي بظهور حب الشباب. غير الادويه الثانيه اللي هي بتشتغل موضعيا او بتعالج الجرثومه البروبيونيه العديه بشكل مؤقت، بعد فتره ممكن ترجع تنشط الجرثومه نتيجه اي شيء بنعمله، ميك اب، شيء بيسكر الاجربه الشعريه. اللي ما لها حل نهائي، ما لها حل نهائي طبعا، هو نحن ذكرنا بالبدايه هي حدثيه التهابيه مزمنه متعدده العوامل، فما دائما نحن بنقدر نضبط، بنحاول نضبط بس ما دائما. يعني دكتوره فينا نقول انه الريتان هو الاصح لعلاج حب الشباب اليوم مثل ما هو شائع بالحالات الشديده، لكن اليوم في اشخاص عم ياخذوا الريتان فقط لنضاره البشره او للتصبغات، هل هذا الشيء صحيح؟ لا ابدا، نحن بنصادف كثير مرضى بالعياده. دكتوره انت كتبتي لرفيقتي الريتان، ما شاء الله صارت بشرتها حلوه، صار فيها اشراقه، دكتوره فيك تكتبي لي الريتان؟ لا، مو هيك الريتان، هو ما له هذا الدواء العشوائي اللي نحن بنعطيه سحري. طبعا هو يستطب بمظاهر مهمه، يعني انا وقت بدي اعالج اصابات شديده لازم انتقل عنه. نحن بنصادف نوعين من المرضى، مريض بده تعطيه ريتان بسرعه وتريحيه، ومريض بيقول لك لا دكتوره كلش ولا الريتان، رغم انه هو بيكون مستطب عنده الريتان. طيب ليش؟ دكتوره بخوف، هذا بيعمل هيك، هذا بيسوي هيك. طب شو بيعمل؟ خلينا نروح للسلبي، حكينا بالايجابي اليوم، يعني كونه هو هذا المركب كثير شائع، فالمهم اليوم هيك نضوي ايضا على سلبياته. طبعا هلا نحن له تاثيرات جانبيه اكيد عديده الريتان، خلينا دائما نبلش بالشيء الاهم، الاهم دائما واللي اغلب المرضى عندنا بخافوا منه هو التشوهات الجنينيه اللي بتصير عند المرضى. لك دكتوره بلكي انا ما عاد جبت اطفال، لا هي مو هيك ابدا القصه. لازم اثناء العلاج بالايزوتريتيرونين نحن كثير بنركز على منع الحمل بوسيلتين على الاقل قبل البدء بعلاج الريتان، بالاضافه الى اجراء تحليل قبل البدء بالعلاج، وشهريا أثناء أخذ الدواء، وحتى شهر ما بعد إيقافه. كثير مهم نحن نعرف أنه هو مشوه للأجنة إذا أخذته امرأة حامل أو مرضع، وهذا الشيء مرفوض. من هي الخطورة الأساسية تبعيته، أما هو بيعمل أعراض تانية أهمها جفاف البشرة، نشفان الشفايف، بصير عندنا جفاف حتى الشعر. طبعا أكيد، لهيك نحن دائما بننوه لمريضنا أنه لازم تكتر سوائل أثناء العلاج بالريتان لنقلل مظاهر الجفاف اللي بتصير، نرطب حتى الشعر بالزيوت، نرطب الجسم، هي كلها شوي تخفف لنا الأثار الجانبية يلي بتصير. عندنا بعض المرضى ممكن يصير عندهم حتى خاصة ببدء العلاج صداع، طبعا شائعه كثير الالام العضليه والمفصليه. نطلب من مريضنا دائما وقت بتاخذ ريتان ريح حالك، لا تكون عم تقوم يعني بشغلات كثير مجهده وانت عم تاخذ ريتان، لانك اكيد رح تتاثر بهي الامور. تمام، خلينا نحكي من هون الاشخاص اللي محظورين من اخذ الريتان اليوم. تماما، مثل ما ذكرنا بالدرجة الأولى والأهم الحوامل والمرضعات، نحن ما بنعطيهم، كثير مهم إنه نأكد على هذا الموضوع. وأحيانا صراحة منصادف يعني من عدم توعية ما بنعرف شو السبب، إنه مثلا فجأة بتقلي بدك تكون عم تاخذ، نضل نشرح ساعة أو أي زميل طبيب بيشرح. وفي تحاليل قبل تناول الريتان؟ طبعا هلا أحيانا نمتنع عنا في حال غياب الزوج، مثلا انا زوجي مسافر انه ما عندي مثلا هذا الموضوع، نوعا ما اوكي، ولكن اذا موجود الزوج نحن بنمنع الحمل مثل ما قلنا بوسيلتين حمل، ومع التاكيد على انه ما يكون حمل قبل ما نبلش بالدواء. ما بصير انا اكون حامل وعم باخذ دواء فجاه طلعت حامل، هي في مشكله كثير كبيره. في اعمار معينه دكتوره لازم ياخذوا الريتان؟ هلا نحن دائما دائما تحت عمر 12 سنه لا نحبس اعضاء الريتان. تمام، وخاصه انه هي المرحله تحمل تغيرات هرمونيه بالجسم، فقبل سن 12 سنة يفضل نبدأ بعلاجات أخف من البدء بالعلاج بالإيزوتريتيرونين مثل ما اتفقنا. طيب والأشخاص اللي عندهم نقص بالصفيحات المناعية كمان هن اليوم ممنوعين من هذا الإجراء؟ هلأ هو الريتان ممكن يأثر تأثير طفيف على موضوع تعداد الكريات، يعني نحن ممكن يعمل لنا نقص بالصفيحات. هلأ ما أنا مضاد استطباب مطلق،
هو مضاد استطباب نسبي، او خلينا نقول لازم اثناء العلاج بالايزوتريتوئين عند هدول المرضى نعمل تعداد دم بشكل متكرر اثناء المتابعه. تمام دكتوره، ذكرتي من شوي انه الاشياء الخطوره باخذ الريتان انه على الامراه الحامل او ما قبل الحمل، لكن اليوم كثير الشائع انه ضروري الكل يعمل تحاليل قبل ما ياخذ الريتان، وخصوصا صحيح. انه بياثر على الكبد، خلينا نوضح هذا الشيء وشو هن التحاليل اللي لازم يعملوا. صحيح، طبعا الايزوتريتينوئين هو دواء يستقلب كبديا، فكثير مهم مثل ما انت قلتي انه نعمل تحاليل كبديه، بالاضافه نحن بنعمل تعداد دم عام مثل ما اتفقنا او كريات عام، احيانا له تاثير طفيف على الخضاب على الصفيحات تمام. مثل ما ذكرنا سابقا، كمان كثير مهم نعمل تحاليل للشحوم الثلاثيه والكوليسترول للكرياتينين لموضوع سكر الدم، يعني كمان لهم تاثير عند المرضى، ممكن يصير عندنا ارتفاع بسكر الدم، والتاثير الاهم كمان اللي ممكن نصادفه ارتفاع الشحوم الثلاثيه. فدائما لازم نعمل هي التحاليل قبل البدء بالعلاج بالريتان وبشكل متكرر اول شهرين شهريا، وبعدين بفواصل كل 3 شهور مره للمتابعه لمتابعه مريضنا. طبعا عندنا قيم، مو اي ارتفاع للشحوم يتطلب منا ايقاف الدواء، وإذا ارتفع لحد معين لازم نوقف العلاج بأي وقت. طيب اليوم حكينا هيك عن الاستطبابات، الأنواع، كيف نحن قادرين نحط خطة علاجية لكل نوع من أنواع هاي الحبوب. اليوم بعصر السرعة صار عندنا كمان تقنيات أخرى، الليزر، بلازما، وإجراءات كتير مهمة بعالم التجميل. خلينا نقول خلينا هيك نضوي عليها نقطة نقطة ونشوف اليوم هل الليزر عم يكون بديل؟ أكيد لا، إذا بدنا نحكي علاجياً الليزر غير بديل للعلاج. هي شغلة كمان شائعة بنشوفها كتير، تروح المريضة تعي أعمل لك جلسة ليزر بطيب حب الشباب، تعمل لك بلازما، هي الأمور ما أنا مستطبة لعلاج الاندفاعات. وقت أنا بدي أكون في عندي اندفاعات التهابية فأنا لازم عالج مريضي بالصادات الموضعية الجهاز هذه مثل ما قلنا حسب شدة الاندفاعات. الحالات الشديدة تقتضي نحن نعالج الريتان، وخاصة أنه مثل ما ذكرنا التخريش بإجراءات مثلا الحقن ممكن ينقل لي الحدثية الالتهابية، أو بنفس الوقت جلسات الديرمابين بيعملوها هي عبارة تخريش تماما، هي كلياتها هي عم تخرش لي البشرة الدهنية، فهي بالعكس هي رح إذا خف حب الشباب شوي رح يفوع بفرد فوعة بعد فترة. نحن هاي الأمور ننصح فيها بعد العلاج، وقت تكون البشرة ما فيها حب شباب ممكن عالج فيها الآثار، فرط التصبغ اللي تركه حب الشباب، ولكن بالدرجة الأولى بعد خطة العلاج الدوائية وحسب شدة الإصابة اللي بتكون موجودة عند المريض. تمام دكتورة، ذكرتي أنه ممكن كتير طرق للعلاج، لكن اليوم في حال كان العلاج ضمن الأدوية قديش المدة بتتراوح حسب شدة الحالة أو الحبوب الظاهرة بالوجه ولا حسب العمر اليوم؟ هلأ لا، هلأ هو دائما نحن بنعتمد على المظهر، نعتمد على العمر مثل ما قلنا بعلاجات محددة ما بنحبز أعطاءها بفترة محددة، أما نحن حسب المظهر الموجود عندنا فيه الاندفاعات بنشتغل بالعلاج. مثل ما قلنا وقت بتكون علاج اندفاعات لطيفة نحن بنركض دائما على الكريمات البسيطة اللطيفة اللي هي ممكن تعملنا فتح لجريب الشعرة أو تقشير لجريب الشعرة، تنظيم إفراز الدهن، ممكن أحيانا نشارك عدة تركيب منها ريتينويد زائد صاد حيوي موضعي، بالحالات الأشد ننتقل للدوكسيسايكلين اللي هي بتصير أدوية جهازية أكثر للعلاجات المظاهر الالتهابية، وخاصة في حالات العد المتوسط إلى الشديد. طبعا الكورس ما له يوم او يومين او ثلاثه، ما له سحر، هو بدنا مده، وبدنا مثل ما قلنا علاج صياني يعتمد على الابتعاد عن المظاهر بتسبب حب الشباب، وبالاضافه يعني جرعه الصيانه تعتمد على البعد عن الصوابين المخرشه واستخدام الصوابين اللي ممكن تنظم عندي الافراز الدهني بالبشره، بالاضافه الى كريمات ريتينويدات ممكن نتركها فتره طويله عند المريض لتساعدنا دائما على ضبط الحدثيه اللي بتسبب حب الشباب. ان شاء الله هيك دكتوره ناخذ بهدول النصائح نحن اول شيء، وكل حدا اليوم هيك رافقنا بصباحنا لليوم، فقره جدا مهمه ومعلومات ان شاء الله هيك يا رب تكون وصلت للناس اللي بحاجتها. شكرا لحضورك دكتوره، وصحه وسلامه للجميع. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، وبتمنى هيك تسمحوا لي من خلال شاشتكم الكريمه انه بما انه اقتربنا على موسم الاعياد، عايد الجميع وعايد كل ابناء الشعب السوري، وهيك يا رب تكون الايام الجايه ايام حلوه على بلدنا وتحملنا الخير والمحبه والسلام، وترجع سوريا مثل ما كانت يا رب ان شاء الله. شكرا لك دكتوره وعلى المعلومات اللي قدمتيها، وان شاء الله كل الشباب والصبايا اللي كانوا عم يحضرونا استفادوا من المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك.